فهو اوقف عقوبه كهربا بقى، رد حضرتك ايه؟ خد بالك ان انا وانت في اخر مره ظهرت معاك انا قلت لك سيتم، لو تتذكر قلت لك سيتم ايقاف العقوبه حينما يستأنف اللاعب، فاكر؟ حصل، انا فاكر دي تمام. بصراحه، بصراحه تمام. هي دي الوحيده اللي فاكرها. ماشي. ماشي. ده حصل. بس عايز اقول لك يا مهيب، عايز اقول لك ان في خطأ او اخطاء، مجموعه اخطاء شائعه عن الموضوع ده من امس في الاعلام الرياضي المصري، وده شيء انا يعني مستاء ليه، وضح لنا. لان ما ينفعش ان انا لان انا ما ينفعش اطلع اروج كلام مش صحيح ومش منطقي. اولا، من اوقف العقوبه ليس الفيفا، فيفا لم يلغي العقوبه. انتشر في وسائل الاعلام وفي المواقع ان فيفا يلغي عقوبه كهربا، وده ما حصلش، لم يتم الغاء العقوبه، ده اولا. ثانيا، فيفا لم يوقف العقوبه، العقوبه يتم ايقافها اوتوماتيك بمجرد الطعن في الكاس. حصل. الطعن ليس حصل. في الفيفا. حصل والله، انت قلت كده. بالظبط. تمام. والطعن ليس في الفيفا، الطعن فقط في، خلوني صوت يا جماعه، ماشي، مش في الفيفا. تمام. الطعن في الكاس، لان لائحه الاجراءات اللي في الفيفا، يمكن بعت لاحمد الدرمان لبعض الصور لاخر لائحه للفيفا في مارس، 1 مارس تم فرضها، 1 مارس 2020. ماشي. اللائحه بتاعه الاجراءات بتتكلم على ان يجوز الطعن على الاستئناف على القرارات الصادره من قاضي الفرد او لجنه غرفه فض المنازعات امام محكمه التحكيم الرياضي. طب قول لنا يعني بقى، الفيفا ليس، ماشي بقى، قول لنا بقى ايه اللي هيحصل دلوقتي. تمام. اللي هيحصل دلوقتي بناء، انا طبعا انا حاولت النهارده اجيب الحيثيات من مصدر ليا في احدى اللجان القضائيه في الفيفا، ولكن ان شاء الله هتصل بكره، واوعدك اذا وصلت هبعتها لك علشان تقول ايه بالظبط حيثيات القرار. ولكن مبدئيا انه تم الاستناد على الماده 17، وايضا بعتها انا لاحمد الماده 17 البند رقم 1 في عقوبه كهرباء، اللي هي الاول الماده 13 بتقول اللي هي احترام العقود، لا يجوز انهاء العقد بين اي محترف واي نادي الا عند انتهاء مده العقد او بالاتفاق المتبادل بينهما، وده ما حصلش في حاله كهرباء. اسباب فض الارتباط العادل في العقود ما بين اللاعبين والانديه تتم فقط في حالتين يا مهيب. الحاله الاولى ان اللاعب لا يحصل على الراتب بتاعه لمده شهرين، فبالتالي ينذر النادي خلال 15 يوم، لما دفعش يروح يفسخ العقد، وده سبب عادل، لن يعاقب، سيعاقب النادي ولا يعاقب اللاعب. زي طبعا الحاله اللي استغلها طبعا النجاز، لانه ما خدش الفلوس لفتره معينه فخد تعويض، ونادي الزمالك طاعن على القرار لان عنده ما يثبت انه اخذ تعويض. دي مش قصتنا. الحاله الثانيه في فض العقد دون او معنى بسبب عادل، انه ما يشاركش لمده اكثر او اقل عفوا من 10% من اجمالي المباريات في الموسم. كهرباء الحالتين لا ينطبقوا عليه، فبالتالي اصبح فسخ عقده تم بسبب غير عادل، وبناء عليه تم ادانته بالماده 17 الفقره رقم 1 اللي هي بتتحدث عن ضروره دفع تعويض. وانا عايز اقول لك معلومه عرفتها ايضا من مصدري في عضو لجنه من اللجان القضائيه، وانا اسف طبعا مش هقدر اقول اسم المصدر، انت عارف حساسيه الموضوع في بالنسبه للفيفا، ان هو اكد على فكره. سالت سؤال، طب ليه ما تمش ايقاف اللاعب مباشره؟ لان الماده، لان هو فسخ العقد في الفتره المحميه، وفسخ العقد في الفتره المحميه مهيب اللي هي الماده 17 البند رقم 3 بيقول ايقاف اللاعب 4 شهور الى 6 شهور. فقيل لي التالي، ان الفيفا بقاله فتره تقريبا سنه او سنتين او سنه ونص خلينا نقول، بيفضل فرض العقوبات الماليه التعويضيه، وما ينفعش يوقف اللاعب. ليه؟ لانه لو وقف اللاعب فبالتالي الراتب مش هيتاخد، فبالتالي هيدفع اللاعب ازاي؟ طيب يعني كده كهربا، كهربا يحق ليه المشاركه مع النادي الاهلي الفتره القادمه؟ لحين الفصل في الطعن من الكاس، اللي هو على ايه؟ ان يطعن نادي الزمالك اللي هو الكاس، ليجب ان يفصل في القضيه. ولكن المؤشرات الاولى يا مهيب، وانا بقول لك معلومه، المؤشرات الاولى ان موقف كهربا ضعيف جدا، لان نادي الزمالك اثبت. انا خليني بقى اقول لك معلومات من قلب غرفه فض المنازعات. نادي الزمالك اثبت ان هو خاطب اللاعب من اول ما علم ان اللاعب في شهر تقريبا يونيو ان هو فسخ عقده، او معنى صح يتجه للتوقيع لنادي ماشي في البرتغالي معتز، فبعت له اختارات وهو ما ردش على الاختارات.